قلت لي رأيي في الزقوق وانا حاجة تغلى ما ناخدوهاش، غالي الزقوق 50 دينار، مش يقدر عليه مع العودة مدرسية و يعني ما نقدروش عليه، ما عرفش علاش هي كل هالأسباب هذه كلها اللي تخلي الحاجة تغلى. هو المواطن التونسي، راه المواطن التونسي الحاجة تغلى يهبط عليها، فهمت؟ كان جي معناها ما ياخذهاش وما يشريهاش راهي ترخص، أما احنا المواطن التونسي حاجة تغلى يمشيو يتجاروا عليها. علاش زقوق 50 ألف؟ ما ناخذوش أختي أنا زقوق، نتلاه في عودة أولادي للمدرسة والحياة متاعي. مناسبة من مش متاعنا، راهو هو سيدي نبي عربي، عسيدة عربي وكاهو مستغني عليه، هنا مستغنين علينا. العودة المدرسية والله شو نقول لك، اللي تمسها تلكع. حاليا كنا نكتشفوا شوية للفريب، شوية هكا شوية هكا، فهمت؟ معناها كل شيء كل شيء كل شيء ولا صعيب في تونس، كل شيء مهما تصور أنت ولا صعيب، معيشة كل شيء كل شيء كل شيء صعيب. حياة عندي بنتي في الجامعة السنة وبنتي في السابعة، وليش هكيكا شوية شوية مزيد حاجات ما كملوش، مزيلت اللبسة. أختي قلت لك كل شيء، راهو أنا قلت لك اللي تمس وتكوي، معناها كل حاجة تمسها تكوي. معناها أنت جرب أعمل دورة توا بار إكزومبل في أي حتى فريب، راهو حتى الفريب كل شيء مع العودة المدرسية تقلب بريت كل شيء، ولا بالنيفو العالي العالي، معناها سوى الفريب سوى البوتي كل شيء كل شيء، معناها ما حاجة ما للطوب، ما عادش تخلط حتى شيء في وقتنا هذا، ما عادش تخلط حتى شيء. والله بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا حاجة نقدر عليها ناخذها، حاجة ما نقدرش عليها أكوتي ما ناخوهاش. بالنسبة للمواطن كيف كيف، زادة أنت تمشي على حسب مكتوبكش فيه، على حسب ميزانيتك، على حسب عيشتك. مانيش أوبليغاتوار أنا باش نشري زقوق، ماهوش أوبليغاتوار راهو زقوق، مانيش باش ناخذو أنا زقوق، علاش ياخذو نجي زقوق؟ ماهوش أوبليغاتوار، ماهوش معناها سنة مفروضة كيما العيد الأضحى، حتى عيد الأضحى زادة أنت والضرورة عندك تاخذ وعندك ما تاخذش. احنا قبل عيشتنا زقوق راهو كان 3000 وبالفين، يعني امي الله يرحمها نعملوا له عصيدة زقوق ونعملوا له عصيدة العربي الصباح والفاكية وكل ما شيء. توا بليل بالفستق 180 دينار الاخر ب 400، يعني اكلي بالنسبة. وراني قلت لك راهو الاسباب كل المواطن التونسي هو اللي خرب البلاد. انت توا اهبط لنهج اسبانيا، انت نعمل البريود نتاع المولد وتو ترى العبيد، تو ترى العبيد، معني وليش الفاكية وليش مثلا وليش كيلو بندق بمليون، والله يشريوه صدقني يشريوه. سبب هذيك لهفت المواطن، بعد يقول لك انا ما عنديش انا مواطن. ساعات عبيت تمشي تتسلف، راهي تمشي تتسلف باش تعمل المولد وباش تعمل وباش وباش وباش. انا عندي اختي ما قدرتش الشرائية، تسمح لي كمواطنة تونسية عيشتي تسمح لي ناخو، عندي ناخو ما عنديش، لكن ما ناخوش حاجة زادة للتبذير هكاك. زقوق 50 ألف، السطل هذاك كانت ب 14 ألف سنة ب 22 دينار وب 30 ألف. وين يا ناهي تونس اللي تحكي عليها أختي؟ فيني تونس؟ لا حسرة تونس مشيت مع الزين، راه الزين مشيت مع تونس، مشي خير مع كل مشي مع الزين العابدين بالنسبة لي أنا. والله للسلطات بالنسبة لي أنا ما طالبي للسلطات شو، لا فما بن لا فما سكر، فماش حتى شيء. العطار تمشي له تقضي من عنده يعطيك السكر، ما تقضيش مثلا السكر، تلتجئ انت السكر الزير 3500 الباكو، يعني واحد ما عادش في خاطر يعمل خبزه جاتو باش يعمل سيترونات، ما عادش تاخذ السكر دي بالقهوه دي معناها دي بالتي قهوه، حتى التي الاحمر زاد كيف كيف مش موجود، ولا تاخذ تلقاه كله تراب، معناها الغشه كثرت كثر ريس في البلاد. الله يقدر منها الخير اختي وكاهو، بالنسبه لي انا الله يقدر منها الخير. الادوات المدرسيه توا انت سامحني، الادوات المدرسيه ما بليغاتوار، ما تنجمش تقطع، ما تنجمش تاخذ ادوات مدرسيه. راه ادوات مدرسيه نقول لك انا معناها نضطر باش نشريها، ما نجيش بنتي نقولها معناها نقاطع هذيك ما ناخذهاش. لا لا مش نشري اكا هو الركز كيما قلت انت، معناها حاجه مدعمه ما فكر راسها، معناها ديما نمشي للاقل، فهمت؟ ما نطلعش ساعات يطلبوا عليها مثلا كراسه غالي، ساعات تاخذها انت الغالي، فهمت؟ خاطر اوبليغاتوار طلبوا عليها،
يعني مش هذوك ما تنجمش صحيح هذوك ما تنجمش نقول لك ما نشريهمش معناها تقول هذيك حاجه بيك طرف شقرا بها بنتك ولا ولدك معناها باش تشري الادوات المدرسيه معناها باش تشريها منا ولا منا باش تشري تغلى ما تغليش معناها باش تشري هذيك هما والمحفظه حاضرين هذوك بالبليغاتوار تاخذ اما باش تحكي لي على الزقوق وعلى الفيك ما ناخوش ما ناخوش اختي الزقوق والفيك والله كان جيت انا ما ناخوش واللي خير ما ياخوش والله ما يولي الزقوق ب 10000 فرنك ولا ب 5000 فرنك اما انت قلت لك اعمل انت ممكن مثلا خدمتك كصحفيه باش تعمل هكا امشي اعمل ريبورتاج امشي نجس اسبانيا امشي تو ترى امشي ماغازان جينيرال تلقاش فيها بقعه في الصف على زقوق 50 ألف قبل شادي صف تشري زقوق ومشي تشري زقوق ب 50 ألف تشري مواطنة تشري ولا الفستق ولا الفيك ولا البندق يشري قول لك ليه نشري أنا نشري معناها حاجة شريها تنفعك لدارك مش نشري أنا حاجة غالية والله يوليش ب 100 ألف يشريوه زقوق شبيك عمني ولو 23 سنة يروح لل 50 ألف وين الدولة تحكي لي عليها بربي وين الدولة أنا هي الدولة احنا عندنا دولة توا عنا كان الغش عنا كان السرقة عنا كان النفاق عنا كان كذب ما عنا حتى شيء في تونس راه ما عنا مشي فيه في الساقين كان زويل يا اختي شاف الساقين كان زويل ما مشي حد تقول لي دولة وتونس ما ثميش تونس بالنسبة لي ما عنديش تونس راه تونس كان زين العابدين كنا في خير الخيرات مشي زين الله يرحمه مشي معاه كل شيء نقولها قدام الناس الكل نقولها انا بنت الزين ما نكذبش عليك خاطر كنا عايشين في المعيشة في الحوت في كل شيء تو باش تشري تاخذ باش تشري اللحم بعد قد الدجاج تو ريتو الدجاج قداش ولا ريتو الدجاج ب 11500 العبيد تشري والعبيد بالنسبة لي أنا عطيت رأيي معناها بالنسبة لي أنا كشخص كامرأة عندي عائلة عندي أنا نخدم رجلي يخدم معناها عندنا مونطون معين منظمين فهمت مش باش نمشي أنا نرهن روحي وندين وناخ ومن بعد نعيش على قد اختي على قد اللي في مكتوبي بالطبيعة انا وراجلي معناها كل شيء حاجه عليه ما نقسموش انا وراجلي فهمت معناها اللي عندي عند انا وياه ما بعضنا فهمت انت تجيب انا نجيب ماني شكل برا جيب معناها يد واحده عرفت كيف يد واحده وكا باش نجمو نخلطو وواو زوز واحد وديما نقولوا الحمد لله الأولويات بتبيع الأولويات تو عندك حاجات عندك أو حاجات عندك حاجات تو اللي هي الأولويات أبجل من المولد أنا عندي بش بناتي وعندي أدوات أبجل من المولد فهمتني أبجل من المولد ما نكذبش عليك ما عنديش عصيدة عربي نعمل المولد متاعي الدبش هاني قلت لك بالدبش هاني قلت لك في الدبش توا هاو كيما قلت لك توا اللي تمسو تلك حتى الفريب ولا غالي راه حتى الفريب ما عادش تخلط باش تشري الفريب فهمت هاكا واحد يقسم من سبيدري ويختاروا هما راه الاولاد يختاروا الرواح سي فيني